نرحب بكم مجددا مشاهدينا الكرام ومستمرين معكم في حديثنا المسائي. في هذه الحلقة يعني نتطرق للأسلوب الجديد الذي تتبعه جماعة الحوثي ملشنة النساء وتجنيدهن اليوم في صنعاء أو حتى في المناطق الخاضعة لسيطرتهم. ومعنا هنا في الاستوديو السيدة شوقي القاضي عضو مجلس النواب والناشط في حقوق المرأة. سيدة شوقي، ربما تحدثت السيدة تسنيم قبل الفاصل العديد من النقاط ذكرتها وكيف أنه يعني دور معول على الإعلام وأيضا على المنظمات حاليا، ولكن أنا كنت سألتك في البداية عن هذه المرأة التي قامت ربما بقتل الشاب، يعني هي الآن وربما التهمة هي موجودة وجاهزة وأقدمت على يعني محاكمته يعني وقامت بقتله. يعني إحنا من أول في البداية كنا فقط نرصد هذه ربما التحريض من قبل الجماعة، وربما أيضا برزت لدينا بنت الوزان لما حرضت على سائق التاكسي. الآن ربما يتطور الأمر بشكل يعني كبير جدا، الآن يقدمنا على القتل والتهمة جاهزة، يعني دائما التهمة هي العدوان وأنه من ضمن داعش، ويعني التهمة جاهزة. فبالتالي الآن هناك تطور خطير جدا، الآن هناك إرهاب غير طبيعي سواء كان من النساء أو حتى من الرجال. فبالتالي الآن كيف ترى إلى الوضع الآن الكارثي اللي بيعاني منه المواطن؟ هو هناك جزئية مهمة في الأساس، هؤلاء النسوة الضحايا أنا لازلت بصراحة مصر أنهم ضحايا وأطالب بإلحاق هذه الأعداد أيا كانت الأعداد بالآلاف أيا كانت، أن تضم هذه الأعداد إلى قائمة الضحايا. يعني ذكر التقرير ربما يعني نذكر أنه 4000 مجندة حوثية وفقا لهذا التقرير، تقرير العاصمة أونلاين الآن، يعني 4000 ضحية. 4000 يعني هذا يمكن ربما اللي وصلوا إليه فريق الرصد وما خفي كان وربما أكثر. هؤلاء 4000 ضحية، يعني أنا بالنسبة لي هكذا أراهن وسأبقى. في الأساس هؤلاء النسوة جندت كما ذكرت لك لمهام. المهمة الأولى هي التحشيد، تحشيد الأطفال والمراهقين، وهذه هي المهمة رقم واحد لقدرة المرأة على التحشيد عندما يغسل مخها أو لأي سبب كان. المهمة الثانية التجسس على البيوت وعلى الناس. المهمة الثالثة الاعتداء على النساء، لأن في العرف اليمني ولا زال أي اعتداء من رجل على امرأة معيب، حتى في ظل المجتمع الذي يسيطر عليه الحوثيون سيجدون استنكار من الناس. الناس لا زالت تحكمهم كثير من العادات والتقاليد التي تصون الأعراض، ولهذا حميت الأعراض بهذه العادات. هم تحايلوا على هذه الحماية فأوجدوا نساء لمداهمة البيوت والاعتداء على النساء. هذا في الأساس هو العمل. ما يحصل الآن من أحداث قتل أنا بالنسبة لي أراها لا زالت أحداث ثانوية عرضية. طبعا هذه المرأة التي قتلت مجرمة، نعم، ولهذا حتى الأخت تلك المرأة المسكينة الضحية التي حرضت على السائق، لو دخلت على صفحتها، أنا دخلت على صفحتها وقرأت تقريبا 90% من التعليقات، حتى من هم ساكنين في صنعاء ومن هم محسوبون على الجماعة ومحسوبون على هذه الميليشيا كلها لم يشيدوا بعملها إلا قلة قليلة، مما يدل على أن المجتمع لا زال يرفض مثل هذه المهام. ولهذا مهام هذه النسوة الضحايا مداهمة البيوت، الاعتداء على النساء، التجسس على الناس، والتحشيد، هذه كنقطة أولى. النقطة الثانية عندما يعني كيف أنظر لهذه الجريمة، الخطورة يا أختي الكريمة، الخطورة أين؟ الخطورة أن هذه الميليشيا وهؤلاء الإرهابيون، جماعة العنف الحوثية والانقلاب، جرت اليمن إلى تمزيق نسيجه الاجتماعي. كان جزء من هذا النسيج نوعا ما مجنب، بحكم أن اليمني لا يقبل، يقول لك المرأة ما دخلها، ما علاقتها. بفعلهم هذا، بهذا التحشيد، ولهذا لماذا أسميهن ضحايا؟ بفعلهم هذا وهذه الجريمة، جريمة تحشيد هؤلاء النسوة لجرائم التجسس على البيوت ومداهمتها والاعتداء على النساء وإلى آخره، سيوصل تمزيق النسيج الاجتماعي إلى النساء وإلى البيوت، لن يبقى بعد ذلك فئة بعيدة عن التمزيق وعن الفتنة، وهذه جريمة تضاف إلى جرائمهم. يعني الآن لم يستثنى أحد، يعني الأطفال والنساء والرجال، ويعني نعم يعني الآن على سبيل المثال عندما يلقى القبض على قناص طفل درب على القنص فأتقن القنص فيقع بأيدي الضحايا، ضحاياه أهل المدينة وأهل الحي وأهل المنطقة التي يقنصوا وقتل فيها الأعداد الآحاد والعشرات. عندما يقع الطفل في أيدي هؤلاء الموجوعين، مع أننا نتمنى
أن تكون المعاملة للطفل معاملة شرعية قانونية، لكن ما تستطيع أن تسيطر على مجتمع ثائر وغلبان ومحروق على الأطفال، على النساء والأطفال الذين قتلهم هذا القناص، فيقع هذا الطفل بيد هؤلاء الناس الموجوعين، فلا يتعاملون معه معاملة طفل بل يتعاملون معه معاملة مجرم. وهنا الكارثة، من السبب؟ هؤلاء هم السبب الذين جندوا وحشدوا الأطفال والنساء. الآن نفس الكلام، المرأة نفس الكلام، المجتمع الآن الموجوع من هؤلاء النساء التي يعني اعتدينا على أعراضهم وعلى لن يستثنوا المرأة في ظل، مع أن اليمنيين حتى في ظل الحروب كانت تمر المرأة معززة مصانعة، لا أحد يعني يتجرى يعني من أن سنأتي الآن حتى. يعني ربما الآن يعني كيف سيتعامل المواطن اليمني ربما الآن وربما المجتمع اليمني مع هذا الموضوع؟ سأعود لك سيد شوقي. دعنا الآن نشرك معنا عبر الهاتف وكيل وزارة حقوق الإنسان السيد نبيل عبد الحفيظ. نرحب بك سيدي. سيد نبيل مساء الخير. إذن نحن اليوم نتحدث نتحدث عن ملشنة النساء من قبل هذه الجماعة الحوثية، وتحدث ربما سيد شوقي سيد نبيل عن هذا الموضوع، كيف أيضا التجنيد وهذا العنف وهذا التوحش الآن لدى النساء في مناطق الخاضعة لسيطرة الحوثي، كيف سيؤثر على ربما النسيج الاجتماعي وأيضا البنية المجتمعية؟ أنت كيف تنظر إلى ما يجري الآن من قبل هذه الجماعة ضد النساء؟ بداية مساء الخير. نحن أتبنا كمجتمع يمني محافظ التعامل بشكل خاص في قضايا النساء، فعادة لم يعتد اليمنيون إقحام النساء في أي قضايا صراع مهما كانت ومهما بلغت وفي أي إطار حروب، لكن يبدو أن هذه الجماعة التي جاءت بكهوفها لم تعد تفرق بين النساء والرجال، هي تستخدم شعار المساواة في الظلم عدل، وبالتالي فهي تقوم بكل ما يمكن أن يكون اضطهادا لكل مواطن يمني، يعني سواء كان ذكرا أو أنثى، كان شيخا أو رجلا أو طفلا. لا يحدث على الأرض من امتهان وتعذيب وإساءة واحتجاج واعتقال وإخفاء، أصبح اليوم يطال الجميع، لم يعد هناك أي خط أحمر تابع عليه اليمنيون بعرفهم القبلي أو بطابع المجتمع اليمني المحافظ. نعم. ومنذ أن بدأوا بفكرة الزينبيات التي وضعوها، فهم أيضا جعلوا هذه المجموعة من النسوة أيضا ليشاركنا في عملية اضطهاد لأخواتهن النساء وامتهانهن. نحن نقول أن هذا الوضع الغير معروف على اليمن سيكون أساساً جذرة لإساءة التعايش السلمي بين اليمنيين، ولكن لابد على الجميع أن يتكاتفوا من أجل إنهاء هذا الوضع السيء. نعم. طيب سيد نبيل، يعني شخصت ربما الحالة وتتفق أيضا مع السيد شوقي لما يحصل الآن في المجتمع اليمني من قبل هذه الجماعة، ربما الآن أصبح يعني ملف الحوثي بالنسبة لحقوق الإنسان مثقل كثير، أنتم الآن دوركم في وزارة حقوق الإنسان تجاه هذا الموضوع، هل يعني ستقومون بربما رفع تقارير معينة لجهات سواء كان يعني عربية أو حتى محلية لهذا الوضع الخطير الآن التي تعاني منها المرأة؟ وربما سيد شوقي يعني شخص أو وصف ما يجري الآن للمرأة أنهم أصبحنا ضحايا من قبل هذه الجماعة. أختي العزيزة، الجمهورية اليمنية صادقت على معظم الاتفاقيات الدولية بما في ذلك الاتفاقية الخاصة بالقضاء على التنميم ضد المرأة وغيرها من الاتفاقيات الحقوقية، وقد اعتدنا في وزارة حقوق الإنسان عند تقديم تقاريرنا إلى الأمم المتحدة والجهات الدولية والإقليمية أن نفصل كل نوع من أنواع الانتهاك، سواء ما يخص الطفولة، ما يخص التعذيب، ما يخص المرأة، ما يخص أي انتهاك من أي نوع كان. ما أستطيع أن أقوله في هذا المقام أننا نجد دائما في إعدادنا للتقارير التي نقدمها على المستويات الإقليمية والدولية أن هذه الجماعة لم تترك انتهاك من الانتهاكات التي وردت في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان إلا وقامت به، وبالتالي
هذا يجعل هؤلاء هم لا يدركون ذلك، هم يجعلون أنفسهم هم يربطون الحبل حول أعناقهم بكل هذه الانتهاكات التي يقومون بها. يعني أنا دعني هنا أتوقف سيد نبيل، يعني هل ستكون هناك فرق تابعة لوزارة حقوق الإنسان تهتم بهذا الجانب؟ هل سيكون هناك يعني اهتمام أكثر؟ يعني نحن نعرف أنه الملف الانتهاكات كبير جدا، ونعرف أنه ربما هناك يعني من يرصد عدة انتهاكات، ولكن بهذا الجزئية التي يعني الآن يتم رشنة النساء فيها، يعني هل أنتم مهتمون بهذا الجانب وهناك فريق عمل متكامل يقومون بالرصد وأيضا رفع هذه التقارير يعني بحيث أنه يتم الاهتمام بهذا الموضوع ولا يمر هكذا؟ بالتأكيد أختي العزيزة، يعني على سبيل المثال ما يخص الانتهاكات التي تطال المرأة اليمنية في المناطق التي ما زالت تحت أيدي الميليشيات، قدمت في الأمم المتحدة في الفترات الأخيرة قدمت عدد من الأفلام الوثائقية التي تظهر هذه الانتهاكات وتؤكد على وجودها، وهي بذلك ليست مجرد عرض لهذه الانتهاكات ولكنها تسجيل لهذه الجرائم على انها جرائم ضد الانسانيه، وبالتالي تدخل ضمن قائمه الجرائم التي يحاكم عليها الافراد في المحكمه الجنائيه الدوليه، وهو ما يجعل كل هذه الميليشيات بكل هذه الجرائم التي قاموا بها وما زالوا يمارسونها يجعلهم تحت طائلة القانون الدولي كما هم أيضا تحت طائلة القانون المحلي. نعم، أنا أشكرك شكرا جزيلا سيد وكيل وزارة حقوق الإنسان نبيل عبد الحفيظ، شكرا جزيلا لانضمامك معنا. ولو عدنا لك سيد شوقي الآن تجاه هذه الكارثة وجراء ما يحدث الآن، ما هو العمل الآن؟ ربما تحدثت السيدة تسنيم أنه يجب أن يكون هناك اهتمام إعلامي وأيضا من قبل المنظمات، أيضا ما المطلوب الآن بحيث يكون هناك حراك لمواجهة هذه الكارثة الآن؟ الحل الاستراتيجي للقضاء على جذور المشكلة وليس على أعراضها وأوراقها هو إنهاء الانقلاب، ولهذا إذا أردنا أن ننهي هذه الكوارث، لأن هذه الكوارث متجددة وستستمر أيا كانت تقاريرك أيا كانت أنشطتك، طالما وجد الانقلاب ووجدت هذه الميليشيا، ولهذا الحل الاستراتيجي في إنهاء هذا الانقلاب وإنهاء هذه الميليشيا وعودة مؤسسات الدولة لليمن الاتحادي وفق مخرجات مؤتمر الحوار الوطني، هذا هو الحل الاستراتيجي. أما عن ما هو المطلوب الآن في مثل هذه الظروف، السؤال أنا بصراحة كنت أتمنى أن أسأل أخي الحبيب الأستاذ نبيل، أين أدوار منظومة المنظمات والهيئات الحكومية العاملة في مجال حقوق المرأة؟ على سبيل المثال أين جهد وزارة الشؤون الاجتماعية؟ أين جهد وزارة حقوق الإنسان؟ أين جهد اللجنة الوطنية للمرأة؟ أين جهد مجلس الأمومة والطفولة؟ إلى غير ذلك. نحتاج الآن إلى غرفة عمليات بإمكانات لموضوع حقوق الإنسان بشكل عام ومنه حقوق المرأة. نحتاج إلى تقارير وفعاليات وتنشر على أوسع يعني نطاق. نحتاج الآن إلى تواصل مع جميع الدول المؤثرة، مع جميع المنظمات المؤثرة، إلى غير ذلك. للأسف وأقولها بوجع أن مؤسساتنا الرسمية مقصرة تماما ومغيبة تماما كثير من وسائلها وإمكاناتها، بينما نرى على سبيل المثال في الطرف الآخر نرى الميليشيا مجندين منظمات صحيح. وناشطين عمل منظم ويعني مفرغينهم في أوروبا وفي أمريكا للعمل في هذا الأساس، وبالتالي إذا قتلت امرأة فقط لا غير في غارة مع أنه جريمة ومدانة، لكن يعملون منها قصة ويوصلون كما أوصلوا قصص كثيرة، بينما نحن على سبيل المثال يا أختي على سبيل المثال فقط لا غير في شهر واحد فقط أكتوبر 2017 في مدينة تعز تقتل 5 نساء، من العالم عرف هذا في شهر واحد؟ يعني قتل 12 مدني بينهم 5 نساء، من عرف هؤلاء النسوة؟ من عرف هؤلاء الضحايا؟ إذا لدينا للأسف دائما نتحدث نحن من بداية الحرب أنه هناك خلل حتى في تعاطي ربما مؤسسات الشرعية كما تحدث، وأيضا دور المنظمات التابعة أيضا للشرعية. نعم، دور الإعلام، وأنا أشكركم جدا في قناة يمن شباب وأشكر كل الجهد الذي يبذل في أي قناة، لكن نحتاج إلى مزيد متواصل. نعم. ونحتاج إلى احترافية، العالم من حولنا لا يثق ربما بتقارير بدون أسماء بدون
وقائع بدون فلا بد من الشغل باحترافية لنوصل أصوات هؤلاء. إذا نتوقف عند هذه النقطة. سيد شوقي أشكرك شكرا جزيلا تواجدك معنا في هذه الحلقة، عضو مجلس النواب والناشط في حقوق المرأة، شكرا تواجدك معنا. ونشكر كل من انضم معنا في هذه الحلقة، سيدة تسنيم صالح الناشطة والحقوقية، وكذلك سيد نبيل عبد الحفيظ وكيل وزارة حقوق الإنسان. بهذا مشاهدينا الكرام نصل إلى ختام هذه الحلقة من حديث المساء، ألقاكم على خير.